Hello, dear students. This is our second session in speaking and listening. Code المادة 1502. And this is me, عبير عمر عطية. Second session هتبقى مخصصة لEverything about interviews. وعشان كده هي ليها علاقة بالinterview etiquette in general. الinterviews حاجة بنتعرض لها في حياتنا في مواقف كتيرة جدا، ولكن ارتبطت كلمة interview في أذهاننا ب applying for a job. ولكن مؤخرا ابتدت الانترفيوز تبقى موجودة في حاجات كتيرة قوي بنتعرض لها. الانترفيو بيطلب من parents وهم applying for their child في مدرسة، بيطلب من إدارة المدرسة إنها تلتقي بالparents. الانترفيوز جزء بيبقى من أجل الحصول على فيزا. دول كتيرة جداً ما بتكتفيش بالابليكيشن فورم وبتطلب تعمل بيرسونال انترفيو مع الشخص اللي مقدم على الفيزا. الانترفيوز مجال مفتوح، في نوع من التعارف علشان استكشف امور مش هتبقى موجوده على الابليكيشن فورم، اللي هي عباره عن بيانات مكتوبه: اسم، عنوان، تاريخ وظيفي، تاريخ تعليم، سي في. لكن الانترفيو بيكشف عن جوانب شخصية وأداء behavior أو conduct للشخص ده للمعنيين، وبالتالي دراسة كيفية التحضير والاستعداد للانترفيو مهمة جدا. يعني مجرد ان انا اعرف ان عندي انترفيو، في مذاكره لازم اعملها وتحضير لازم اعمله قبل ما اروح المقابله نفسها. اثناء المقابله على الطرفين، سواء الانترفيور اللي هو الشخص اللي بيقيم المقابله، او الانترفيوي اللي هو الشخص اللي بتتم المقابله معاه، على الطرفين الالتزام بامور كتيره. في موانع أو في محظورات يجب أننا نبتعد عنها في الانترفيوز. فالسيشن دي بنتعرض لكل ده من الدوز والدونتس، إيه اللي المفروض نعمله وإيه اللي المفروض ما نعملوش. مهم جداً أن احنا نعرف أن الانترفيوهات لها سكيلز، مهارات معينة، لأن ده نوع من المخاطبة. ففي مهارات في الكلام، في مهارات في لغة الجسد البادي لانجويج، في مهارات في استيعاب الأسئلة اللي بتوجه ليا، في مهارات في طريقة الرد على الأسئلة اللي بتوجه ليا. فبنعتبر أن كل دي سكيلز يجب التدريب عليها. There are some easy steps that you can take that will increase your chances of success at interviews. طبيعي أي حد داخل على interview هدفه إن هو to succeed، ينجح في أخذ الفرصة اللي المفروض يحققها من خلال الانترفيو ده. With easy steps هنعرف how any of us can succeed in an interview. First, remember that job interviews should be a process of two-way communication. بالنسبة للجوب انترفيو تحديداً، لازم نبقى عارفين إن العملية ما هيش interrogation، ما هيش استجواب. لا، دي two-way communication، طريقة تواصل ما بين الطرفين اللي هم جوه الانترفيو، سواء الانترفيور أو أكتر من interviewer والinterviewee نفسه. Not only are they a tool for employers to use to evaluate you, but they are also an opportunity for you to access
to assess the job, the organization, and to see if there is a fit. بمعنى حضرتك كمان ممكن من خلال الانترفيو تقبل العرض اللي ممكن يجي لك حتى لو الانترفيو نجح وقد لا تقبل. فهي العملية مش عملية ان انا ابقى مقتنع بس بأدائي انه يلقى قبول عند الانترفيور، لا، انا كمان من خلال حوار الانترفيور بالنسبة لي انا ممكن اقبل ان انا اكمل او اقول لهم thank you ونلتقي في ظروف افضل او الوقت ما جاش لسه ان احنا نشتغل مع بعض. لان معظم الاحيان اللي بيعمل الانترفيو بيبقى الامبلوير نفسه اللي هو الباص او المانجر اللي حضرتك بتقدم عنده، فانت كمان هيبقى لك وجهة نظر في الامبلوير من خلال الانترفيو نفسه. ف not only الانترفيو ده بيبقى تول أداة عند الامبلوير عشان يقيمك انت شخصيا، لا، دي كمان opportunity ليك انت، فرصة ليك انت to assess the job، تقيم الوظيفة اللي هو بيقدمها لك، بتقيم الorganization، المؤسسة اللي انت قد تعمل فيها، وتشوف اذا كان الامور دي fit بالنسبة لك، convenient بالنسبة لك ولا لا. في البداية كل شيء هناخده من خلال guidelines، خطوط عامة. وزي ما قلت لحضراتكم الانترفيو في مرحلة تحضيرية قبله، before the interview، نقاط معينة يجب اتباعها. number one، research 3 times. The word is repeated to stress ان مذاكرتك للفرصة دي مهمة جدا، ان حضرتك تبحث عن الorganization دي وتعرف الهيستوري او الباك جراوند بتاعها، تبحث عن كل الظروف وكل المناخ اللي جواه هذه المؤسسة، بتحقق أرباح شكلها إيه؟ ما قد تكون المؤسسة دي مؤسسة بتخسر، انت ايه النجاح انك تعمل في مكان بيخسر؟ يمكن سمعتها الريبيوتيشن بتاعتها مش كويسة اللي يخليك انك تضحي بكارير بتاعك مع organization with a bad reputation. فالريسيرش دي مذاكرتك، استعدادك انت انك تجمع معلومات عن هذا المكان وعن هذا الكيان. practice makes perfect، المقولة دي ممتازة لان نقدر نطبقها في مجالات حياتنا كلها، ان التدريب على الحاجة بيولد نوع من الاتقان. فانا when I practice واعمل بروفا لنفسي على تصور معين انا عامله للمقابلة، ده هيخليني اكتسب ثقة وهيخليني ادائي يكون افضل، غير ان انا اروح لأول مرة أبتدي أؤدي داخل الانترفيو. فمهم جدا أن حضرتك تتدرب على أدائك في الانترفيو، يعني حد من أفراد الأسرة تعتبره هو الانترفيور وتديله شوية أسئلة ويبتدي يوجهها لك وحضرتك تتدرب على طريقة الرد. prepare employer questions، جهز في ذهنك ايه الأسئلة اللي ممكن انك تتسئلها علشان تبقى ready بappropriate answers، وطبعا كلها لازم هتبقى the truth، لكن الappropriate answers هنا بمعنى ان انا to answer in an appropriate way، لانه اسلوب الرد نفسه برغم ان الكلام اللي بقوله حقيقي، الطريقة نفسها بتفرق. ممكن حد طريقته تستنفر الانترفيور. choose professional attire، وكلمة attire قد تكون بالنسبة لحضراتكم يمكن كلمة مش مستخدمة قوي، ولكن البديل بتاعها clothing، طريقة لبس
أو زي ما المفروض نقولها دريس كود، إن في إطار عام للملابس اللي المفروض إنها تبقى موجودة في الانترفيو للطرفين انترفيور وانترفيوي. فحتى تجهيز أنا هلبس إيه ده مهم جداً. ليه؟ لأن ممكن حد يعتقد إن أغلى ما في الدولاب هو اللي هلبسه، بس قد يكون غير لائق، أو إن أكتر حاجة ملفتة قال يعني هإمبرس الانترفيور، ولكن دي نقطة خاطئة، لأن الحاجة المبهرجة بتشوش الصورة بتاعتي عند الانترفيور. فتشوزنج البروفيشنال أتاير is very important، سواء للسيدة أو للرجل. Call to confirm your appointment. 1. Working day in advance. حضرتك قبل ميعاد المقابلة على الأقل بيوم حضرتك بتتواصل مع الجهة وتأكد على إن الميعاد ما زال قائم. طبعا المنطقي إن لو في أي تغيير في الميعاد اللي بعتوه لحضرتك هم اللي يبدروا ويتكلموا ويقولوا إذا كان في تأجيل، إذا كان في تغيير في الساعة، في الميعاد، في المكان. ولكن حضرتك برضو تأمن نفسك بإنك to call to confirm your appointment. Review directions and parking برضو حتة مهمة جدا ما بناخدش بالنا منها. مهم جدا إني لما بقى رايح مكان وخاصة لأول مرة إني أطلعه من على الماب علشان أعرف المسافة اللي أنا هقطعها من بيتي أو من المكان اللي أنا فيه للمكان ده هتستغرق وقت قد إيه، بحيث إن أنا ما روحش متأخر عن الميعاد لأن دي هتبقى مشكلة كبيرة، وفي نفس الوقت أعرف الطرق الدايركت بالنسبة لي أفضل. لو المكان داون تاون وفي بيزي اريا محتاج ان انا اعرف وير تو بارك ماي كار، مش هروح هناك واحتاس وما بقاش عارف، وده طبعا ويل تيك تايم. Prepare copies of your resume and reference page minimum of 3. مهم جدا ان انا ابقى مجهز معايا الريزومي بتاعتي او السي في بتاعتي، اعمل على الاقل 3 نسخ منها ان كيس اتطلبت مني زياده وانا موجود في الانترفيو. فرضوا قال لي لو معاكي نسخه فلازم ابقى جاهز بان معايا كوبيز من الريزومي بتاعتي، وكمان كوبيز من الريفرنس ليترز اللي المفروض اللي هي خطابات التزكيه اللي انا بجيبها عشان تدعم موقفي. يعني لو كنت بشتغل في شركة والمدير بتاعي في الشركة اللي أنا كنت فيها طلبت منه خطاب تزكية، فده مهم جدا لأنه بيعزز موقفي ويرفع من الأسهم بتاعتي عند الجهة الجديدة اللي أنا رايحها. ما هو محدش بيروح وهو عامل خناقة، يعني العملية ممكن ان انا يكون خلاص الوظيفة في المكان ده ما بقتش هي اللي محققة طموحي، فبقرر ان انا اروح في مكان تاني بالحسنة والمعاملة الطيبة والسيرة الحلوة، فبالتالي الرفرنس ده بيبقى من مديري السابق. الشركة نفسها اللي انا كنت بشتغل فيها قررت انها to limit the number of employees، بتستغنى عن موظفين، فدي مشكلتها، لكن من حقي ان انا اطلب منهم reference letter. الامور دي كلها في مرحلة ال preparation before the interview. اذاكر الجهة الجديدة اللي انا بلجأ لها، اتدرب، أتخيل أسئلة عشان أستعد بإجابات، أجهز لبس لائق، أبقى مطمئن الميعاد قائم، أبقى مراجع الموقع بتاع المكان اللي أنا رايح له، وأخد معايا أكسترا كوبيز للريزومي والرفرنس. ده كله before the interview. بالنسبة لكلمة interview attire، لما قلت لحضراتكم الكلمة قد تبدو مش مستخدمة كتير، ولكن بنستبدلها بكلمة dress code. A conservative professional approach to dress for an interview will help you avoid being screened out before you get a chance to sell yourself in the interview.
معلش هو التعبير هنا كوميرشال قوي، لانه بيعتبر ان حضرتك برودكت بتروج لنفسك، يور ماركتينج يور سيلف، يور جيتينج يور سيلف سولد، فبالتالي المنتج اللي هو حضرتك لازم تبدو في افضل كواليتي ممكنه علشان تضمن رواجك عندهم. فانا هنا في عندي تو adjectives مهمين جدا، conservative يعني في تحفظ في اللبس ما فيهوش نوع من الابتذال، professional لاني مش ممكن هبقى رايح بزي بروح بيه على البيتش، لا انا رايح بامثل نفسي نمره واحد، والجهه اللي انا رايحها جهه رسميه فورمال، فبالتالي لازم ابقى رايح في زي بروفيشنال. احتمال ان البعض ما يتفقش في النقطه دي اراء. While you might not agree with the following, all are considerations for being screened out of a job interview. يعني إيه screened out؟ يعني تتحط في صورة أو في لقطة ما تكسبكش points. Screened out يعني خلاص أنت اللبس اللي أنت لابسه لبس غير متناسق، غير مواكب للمكان، غير متسق مع الشركة اللي انت رايح تقدم فيها، وبالتالي اللقطة بتاعتك ممكن انها تفقدك نقاط وتشانس انك انت تقدم نفسك في ابهى صورة. While you might not agree with the following, all are considerations for being screened out of a job interview. Depending on the organization, your career field, يعني طبيب، مهندس، معلم، أستاذ جامعي، بانكر، الناس دي كلها لازم تعكس الكارير بشكل professional في زيها. And the perspective of the person interviewing you. وعايز أبقى في أبهى صورة قدام الشخص اللي بيعمل لي الانترفيو. When in doubt يعني حتى لو أنت مش موافق على الكلام ده، حاول أنك أنت تحتاط للنقطة دي حتى لو ما أنتش مقتنع بيها. Be conservative، أهم حاجة أن لازم لبسك يبقى محافظ. Be professional، لازم يبقى لائق للكارير بتاع حضرتك. And be aware that you are selling a total package، حضرتك رايح بتروج ليك كباكيج، ليك كسي في، ليك كزي وهيئة، ليك كشخصية من خلال إجابات حضرتك، فأنت باكيج على بعضه، لازم كل حاجة فيه تسكور. Appearance may be the reason you do not get a job offer. Follow the suggestions below for best results. وطبعا في ناس بالفعل بيتم رفضها من خلال الجزء اللي خاص بالهيئة، يرفضوهم يقول لك ده غير مناسب انه يبقى وجهة للمكان بتاعنا، فبالفعل الابيرنس بتبقى احد الاسباب اللي ممكن انها تخلي حد يتم استبعاده من وظيفة مقدم عليها. وبالتالي بندي لحضراتكم دلوقتي suggestions علشان نحقق افضل نتائج ممكنة. بالنسبة للرجال زي ما حضراتكم شايفين اخترت الدايجرام ده لان هيوضح جدا اللي احنا بنقوله. على الجانب الشمال هيبقى فيه الدوز، ايه اللي المفروض اعمله في زي كرجل، والدونتس، ايه الحاجات اللي المفروض ان انا تو افويد دوينج. زي ما حضراتكم شايفين بعض الرجال في هذا الزمن ماشيين على موضات معينه ان هم ممكن to wear earrings، ما ينفعش أروح بإيرينجز أبدا. إحنا برضو بنتكلم على مكان له قيمته، إحنا ما بنتكلمش في مجال الفن، إحنا بنتكلم على مجال professional، مجال conservative، فبالتالي لازم تبقى الصورة فيها نوع من المحافظة على التقاليد. برضو عندي اللي هي النكلسز، لو في حد مثلا بيلبس نكلسز من الرجال مش لطيف ان انا ابقى
أبرزها، ممكن إن أنا أدخلها ما تبقاش باينة. سلك نكتاي with a certain pattern، المفروض إن أنا أتجنب أي شيء لامع، أي حاجة فيها لمعة بتبقى قض. لا، أنا أرتدي النكتاي من الخامات اللي هي ما فيهاش أي نوع من الإكسترافيجنس. شيرت كافز، تخيلوا إن حتى زراير القمصان والقمصان نفسها لازم تبقى شكلها كونسيرفاتيف، ما ينفعش ان انا احط فصوص مثلا فيها، لا لازم تبقى حاجه فيري كونسيرفاتيف. امور كتيره زي ما انتوا شايفينها واضحه ان لابس سوت مش لابس بولوفر وبانتس. الشوز لازم برضو تبقى كلاسيك، ما تبقاش سنيكرز على يعني على سبيل المثال، ما روحش برانينج شوز. فده صورة للانترفيو اتاير فور من. بالنسبة برضو للانترفيو اوتفيتس او دريس كود بالنسبة للويمن، مفترض ان هو يبقى برضو كونسيرفاتيف. وبالنسبة للسيدات تحديدا، انا بعتبر ان البرفيوم جزء من الاوتفيت بتاعها، ما ينفعش يبقى حاجة مثلا بستخدمها لانها برفيوم غالية قوي لكن هي سواري، ما ينفعش اروح بيها بالنهار لانها هتبقى نفاذة قوي. لازم بالنهار سواء رجل او سيدة يبقى البرفيوم المستخدم يبقى فريش. ما ينفعش بالنسبة للسيدات الألوان الصرخة، ما ينفعش ده أبدا، ما ينفعش حاجات مبهرجة، ما ينفعش حد مثلا واحدة تقرر انها تحط كل الألمازات علشان تبين لهم ان هي she's well off ومعاها ومقتدر. لا 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 لا، البساطة جدا 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 اكتر من الويدينج رينج، مش مطلوب انها تبقى لابسه. وبرضو تعتمد على conservative outfit، ما ينفعش تروح ببرمودا، ما ينفعش تروح بvery short skirt لأن دي برضو غير لائقة. فأمور زي دي لازم تتراعى كويس جدا. ده بالنسبة للأتاير اللي احنا قلنا بنحضره. برضو اخترت لحضراتكم جدول في بالظبط ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نعملها. recommendations for men موجودة امام حضراتكم، recommendations for women موجودة برضو، recommendations for all زي ما قلت البرفيوم ده للاتنين، الاكسسوريز للاتنين. فده برضو حضراتكم ممكن ان انتوا تقروه على مهلكم على اساس ان هو بيبقى فيه كل اللي تقريبا انا ذكرته مع حضراتكم من شوية. طيب كل ده في مرحلة الـ preparation for the interview. What about the interview نفسه؟ During the interview في برضو guidelines لازم نلتزم بيها. الانترفيو حدوتة، حلقة من مسلسل، فيلم، له beginning، له middle، له end. البداية بنستخدم فيها ال greetings والintroductions وبداية فتح الأسئلة. الميدل هو أثناء الحوار نفسه في تتابع الأسئلة نفسها اللي لازم تبقى بتوصل لبعض. يعني ما ينفعش إن أنا فجأة بسأل على حاجة وأم رايح في حتة بعيدة خالص، لا، هي الأسئلة بيبقى فيها نوع من الإنسيابية وبتؤدي من نقطة لنقطة بشكل منطقي جدا. وبرضو في لازم نهاية للانترفيو، وبيبقى فيه greeting وبيبقى فيه تأفيل للمقابلة بصورة ما، سواء من قبل الانترفيور أو من قبل الانترفيوي. من حق الانترفيوي في نهاية المقابلة، وهنشوف ده ازاي، ممكن انه يطرح هو نفسه أسئلة بسيطة في ختام الانترفيو علشان يفهم حاجة معينة ما حصلش انها اتذكرت أثناء الانترفيو. يبقى during the interview ده لازم نشوف ايه اللي بيحصل في البيجينينج، وبعدين اثناء الانترفيو نفسه، وبعدين the end.
beginning of the interview برضو هتلاقوا حضراتكو احنا عاملين kind of manual، يعني هي إرشادات بنقولها، نقط معينة يجب انها تراعى او نقط معينة يجب ان احنا نتجنبها ونتحاشاها. Allow plenty of time to arrive 5 minutes early. يجب ان حضرتك علشان تبقى نفسيا مرتاح تصل قبل معادك على الاقل بخمس دقايق. انا عن نفسي لو عندي انترفيو هحب ان انا اوصل ربع ساعة بدري كمان عشان التقط انفاسي، استجمع قواي، ادخل وانا مستريحة، مبقاش جاية بجري ومتوترة وخايفة لكون مش هلحق وما الحقش اخد نفسي وادخل وانا بنهج وانا مش في حالة مرتاحة فيها. Make sure that all cell phones and pagers are turned off. طبعا احنا نعرف السيل فونز اللي هي الموبايلز، لكن في حاجة تانية ما بنستخدمهاش في مصر اللي هي البيجرز، ودي كانت البداية اللي خلت يبقى فيه فكرة الموبايل. البيجر ده جهاز مفترض ان هو بيبقى خاص بيا وبإمرجنسي كولز لجهات معينة، ما بتلقاش منه مكالمة قد ما هو بسمع بيب معين، صوت جرس، علشان أعرف أني جهة اللي بتتصل بيا علشان أتواصل معها. فهو ما بردش على البيجر ولكنه زي جهاز إنذار معايا بيبيب على الأرقام الإيرجنت اللي أنا مسجلها عليه. فمفترض ان اجهزة من هذا النوع لازم ان انا to switch them off قبل ما ادخل عشان ما يحصلش اي kind of distraction اثناء المقابلة. Bring extra resumes. احنا متفقين ان لازم يبقى فيه معايا نسخ زيادة من CV بتاعي. مهم قوي يا أولاد ان يبقى معايا باستمرار في شنطتي او في الحافظة بتاعتي pen و professional notepad. pen بمعنى ان لازم يبقى معايا قلم، لان في اي لحظة ممكن يطلب مني ادون ملحوظة، هبتدي اقول له طب والنبي قلم والنبي ورقة، ولا اطلع notepad اللي هي نوتة صغيرة في جيبي أو في شنطتي ومعاها قلم عشان أدون فيه أي حاجة مستجدة مطلوب مني إن أنا أسجلها. Always be courteous, polite and professional to everyone. لازم ألتزم بالتهذب واللباقة واللياقة والمهنية، يعني ما حاولش ان انا عشان ابين ان انا فريندلي اقعد اضحك كتير، ده حاجه هتبقى اوفر قوي. لازم الادب بتاعي يبقى في حضرتك، ولو سمحت ومن فضلك واكسكيوز مي ما سمعتش كويس حضرتك بتقول ايه، ممكن حضرتك تعيد تاني. كورتشيس اللي هي الاداب العامه، ما اقدرش اقعد قبل ما اللي قدامي يقعد، ما ينفعش، لازم اللي قدامي يقعد وبعدين انا اقعد، حتى هو ممكن يقوم عامل لي بايده كده اتفضلي اقوم قاعده، ده اللي بنسميه courteous behavior. Introduce yourself with a smile, eye contact and a firm handshake. وحضرتك داخل او حضرتك داخله يجب ان يبقى في ابتسامه بسيطه موجوده على الوجه، ولازم الاي كونتاكت ده يحصل طول الانترفيو. اي كونتاكت يعني عيني تبقى في عين اللي قدامي، ما ينفعش عيني تبقى بتروح في اتجاه تاني لان ده بيقلل من اهتمامي باللي قدامي. من الآداب إن أنا طول ما في كلام بيوجه لي أو أنا بوجهه لشخص لازم عيني تبقى في عينه، لو أكثر من شخص لازم وأنا بحيي كل واحد عيني في عينه، مش عيني تبقى مثلا في شخص وأبص للتانيين بمد إيدي أسلم عليهم وأنا مش بصص لهم، لا، الآي كونتاكت لازم يتوزع على كل الحضور. وفيرم هاندشيك، فيرم يعني مش تلامس وخلاص، وبرضو ما تبقى جامدة يعني ما تبقاش a hard handshake، لا firm يعني الطبيعية، التحية الطبيعية. Interviewer may begin with small talk, work to find something in common.
قد يبدأ الانترفيور بأن هو to break the ice عشان يكسر الإحساس اللي موجود اللي فيه توتر، انه يبتدي بسمول توك زي مثلا ايه، يا ترى السكة كانت سهلة وانت جاي، يا ترى عرفت تركن عربيتك، اسئلة او كلام لمجرد ان احنا we're breaking the ice. انت كمان كانترفيوي عليك انك برضو تجاوب بطريقة مماثلة، انك والله لا ابدا، يمكن السكة ما كنتش زي ما انا متخيل، كانت لطيفة وجميل ان حضراتكم عاملين باركينج قريب من هنا. لازم يبقى فيه اللي هو beginning a small talk، يبقى فيه common mutual understanding للفكرة دي. طيب أثناء بقى الانترفيو، keep good posture and eye contact. البوستر اللي هي البادي ستيت بتاع حضرتك، لازم الجلسة تبقى جلسة مرتاحة مشدودة بشكل سليم، ما أنزلش في الكرسي قوي قوي بطريقة تبقى كأني قاعد على الكاوتش في بيتنا، لا لازم يبقى فيه good posture، ولازم يبقى فيه eye contact زي ما قلنا، ونتفادى تماما ان احنا نبدو كما لو كنا ما احناش مرتاحين في القعدة. avoid being restless. listen مهم جدا 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 في الحياة بصفة عامة، ان احنا نبقى good listeners، نسمع بعض. ناس كتيرة ما عندهاش السكيل دي، ودي بتبقى مشكلة في التواصل جامدة جدا. هنا بقى في الانترفيو احنا مضطرين ان احنا نلسن كارفولي للاشخاص اللي بيوجهونا كلام. listen and give visual and verbal signals to begin. واظهر من على وشك بشكل مرئي وواضح للي قدامك انك انت مستعد لان الانترفيو يبتدي. use positive body language to show your interest. دايما تبين انك انت you are interested in the interview. you are interested to hear the employer's questions. You are interested to express yourself. Speak loudly and clearly. ولاودلي هنا معناها ان احنا نبقى النورمال تون اللي بيتسمع بوضوح، زي ما انا بتكلم مع حضراتكم دلوقتي، ده المقصود بلاودلي، مش ان انا اصيح، لا. Speak loudly and clearly. مفيش داعي لو أنا مضطر إن أنا أستخدم اللغة الإنجليزية، مفيش داعي إن أنا أتعمد أبين أكسنت إن أنا بأوجدها أو حاجة زي كده، خلي الكلام يبقى واضح، لأن الانترفيور ممكن إن هو ما يبقاش ملم بالأكسنت دي. خليك بتتكلم بالشكل الطبيعي. Use correct grammar and diction. Do not use slang. تجنب تماما استخدام السلينج اللي هي التعبيرات الدرجة اللي هي بتاعت الناس اللي في الشارع مع بعض، اللي هم برا الإطار المهني. لازم كلامي يبقى مختارة في الألفاظ اللي هي الديكشن، الكلمات تبقى واضحة معروفة معلومة رسمية علشان اللي قدامي ما يبقاش في عنده مشكلة. Don't think, guess or feel about things. ما تبينش باستمرار انك انت بتخمن او انك انت بتفكر او انك انت بتدي احساسك، لا، دايما خلي فيه نوع من الحسم في الكلام اللي انت بتقوله، بمعنى be decisive، خلي كلامك واضح، ما تقولش اعتقد انا مش عارف ايه، اظن ايه، الحتة دي ما بتديش شخصية سوية او شخصية واثقة من نفسها. فنتجنب تماما الكلمات اللي زي think و guess و feel، دايما نلجأ لل decisive signals عشان نبين how confident we are. Give clear, concise answers that offer specific examples. Do not trample and do not give one word answers. أما تيجي تجاوب دايما تدي إجابات واضحة و to the point،
ما تحاولش انك تدي اجابات قصيره بيس اور نو، لا حاول انك تو الابوريت، ولكن ما تسهبش، ما تكترش في الكلام بزياده، ما تقعدش تدي اكزامبلز كتيره، خليك تو ذا بوينت وفي نفس الوقت كلير. عشان كده بنقول listen، اسمع السؤال كويس عشان اجابتي تبقى to the point، ما حيتش عنها. sell yourself، be confident and enthusiastic. عشان تروج لنفسك وعشان تدي impression حلو، باين دايما انك انت confident وانك enthusiastic، متحمس. الحماس ميزة، الحماس بيبين انك انت active، انك انت عندك اللي تديه. لكن لو انت ما بينتش الانثوزيازم ده، هيبان ان الامور سواء قبلوك او ما قبلوكش، الدنيا متساوية عندك، انت مش شخص حماسي، مش شخص هتقدر تديني شغل في productivity، مش هتقدر تبقى vital جوه الكمباني بتاعتي. Do not dominate the interview. Follow the interviewer's lead. اوعى تظن ان قيادتك للحوار ده شيء هتحمد عليه. دايما الليدر في الانترفيو هو الانترفيور نفسه، وبالتالي حضرتك تديله الفرصة ان هو to lead and you answer. He leads and you answer. So don't dominate. ما تسيطرش وتبين أصلا أنا هبين له أن أنا شخصيتي قوية، أصلا أنا عندي حاجات كتير عايزة أقولها. لا، دي ممكن تبقى drawback بالنسبة لك. Remain positive، يعني دائما تقبل اللي بيتقال بإيجابية. Negativity will leave a negative impression. دايما السلبية بتترك انطباع سيء. Do not whine أو complain أو grip or bad mouth. بمعنى لو حضرتك كنت بتشتغل في شركة سابقة، حضرتك لما تيجي تتكلم عنها تتكلم بpositivity، ما تبينش ان انت بتشتكي من حاجة كانت فيها، او انك متباكي، او انك شخص كنت ضحية. الامور دي كلها بتفقدك نقاط، ما بتقويش موقفك، بالعكس. اتكلم بإيجابية وقول ان الظروف بتحول دون استمراريتك فيها، ولكن دائما ركز على النقاط الإيجابية اللي ممكن انها تتقال، عشان ده هيبين انك انت شخص إيجابي، ما بتلجأش للتباكي، ما بتلجأش انك انت تعيش في دور الضحية. Be honest. طبعا الhonesty هي أفضل الطرق في كل شيء في حياتنا، وفي ناس بيبقوا rejected لأن هم they were not honest، they lied. ناس كتيرة بتترفض في interviewات فيزا علشان خاطر بتكذب، وبعدين الكذب هو برضو الإخفاء، نوع من الكذب، إن أنا أخفي حقيقة هي بتعتبر نوع من الكذب. فبالتالي honesty is the best way to win. Do not lie or exaggerate. لا أغالي، لأن المغالاة هي بعد عن الحقيقة، ولا أخفي ولا أنكر. It's okay to pause and regroup if you're feeling uncomfortable. طبيعي جدا ان البني ادم اثناء استرساله في الكلام ممكن ذهنه فجأة يقف. اوعى تعتبر ان ده عائق، انت انسان طبيعي جدا، وطبيعي انك to pause، تستجمع افكارك، وطبيعي انك انت تعيد regrouping الكلام اللي انت عايز تقوله، لكن ما تطولش قوي في دي علشان ما يبينش الموضوع ده برضو انك انت بتفبرك حاجة. لا، pausing انا بتبقى ثانية او ثانيتين بالكتير، على اساس ان انا بفتكر انا كنت بقول ايه، او بركز في السؤال تاني اللي هو اللي اتقال. So pausing or regrouping اللي هو إعادة صياغة الكلام اللي انت عايز تقوله is approved وما فيهاش أي مشكلة. ف don't feel uncomfortable if you do this.
نيجي بقى في ختام الانترفيو. ممكن الختام يبقى زي ما قلت من قبل حضرتك، انك انت تطرح بعض الاسئلة اللي حسيت انك ما تمش تناولها اثناء الانترفيو ولكن هي مهمة بالنسبة لك. Ask from 3 to 5 understanding questions at the appropriate time. من حق حضرتك انك انت تستفسر عن امور اتقالت اثناء الانترفيو من قبل الانترفيور تستوضحها، ولكن ما تبقاش اسئلة كتيرة، فانتظر لغاية لما الانترفيو ينتهي ويبقى الوقت appropriate وقول له if you don't mind I would like to ask 1 or 2 questions وقولهم. Phrase your questions so that you sound confident. وانت بتسأل الأسئلة انت ما بتسألهاش وانت مهزوز، انت بتسألها وانت واثق في نفسك، ودي is adding information ليك. هي what would my duties be، يعني السؤال يبقى مصاغ بطريقة دايركت وفيها ثقة. هو أنا حضرتك هيبقى المطلوب مني إيه؟ ما أقولش what are the job duties. الجوب ديوتيز دي حاجة عامة وبتبين إنك أنت لايس ومش محدد وما عندكش ثقة في نفسك فبتحاول تخلي الموضوع عام. لأ، اسأل السؤال دايركت what would my duties be. Find out what happens next and reaffirm your interest. طيب حضرتك اما انتهينا بقى دلوقتي من الانترفيو المفروض ايه اللي هيحصل بعد كده؟ سؤال طبيعي وعادل جدا ان حضرتك بتسأل what would happen next، وبين اهتمامك بانك منتظر ان يبقى في next. Thank the interviewer for her or his time. اكيد طبعا في النهاية we have to thank our interviewer. Ask for the interviewer's business card if you do not have contact information for your thank you letter. حضرتك ممكن تطلب منه البيزنس كارد بتاعه، لان برضو من المزايا اللي المفروض ان احنا نعملها في انترفيو ناجح ان ايا ما تكون النتيجة بتاعت الانترفيو انا بعد نهاية الانترفيو قبل ما اعرف انا هتقبل ولا لا لازم يبقى في حاجة اسمها thank you letter، ان انا بعد ما سيب الانترفيو واروح أبعت لهذا الشخص جواب شكر على وقته واهتمامه وإني شرفت بإني كنت مع حضرتك واستمتعت باللقاء جدا. دي من الآداب اللي فيها نوع من المهنية، إن أنا هنا this is professional، إن زي ما قابلني لازم إن أنا أشكره بصرف النظر عن الريزالتس بتاعت الانترفيو هتبقى عاملة إزاي. طيب احنا شفنا البيجينينج بتاع الانترفيو وشفنا during the interview. طيب after بقى the interview ما خلص خالص. Write and carefully proofread a thank you letter. زي ما لسه بنقول لازم يبقى فيه خطاب شكر موجه للانترفيور اللي حضرتك عملت معاه المقابلة، وعشان كده قلنا حضرتك ممكن تاخد البيزنس كارد بتاعه عشان يبقى الخطاب موجه ليه مش موجه للشركة. Make follow-up call when appropriate. يعني لو حسيت ان الرد اتأخر عليك ما قالوا لكش الرد في غضون ايام بسيطة، مفيش اي مشكلة ان حضرتك تعمل a call to ask how things are going. Record or log notes on interview including name of the interviewer or interviewers لو أكتر من واحد and your analysis of the experience what went well what you could improve upon. مهمة قوي بقى لحضرتك انت لخبرتك انت انك تكتب خواطرك تجاه هذه المقابلة. سجل الانترفيو كان يوم ايه، اسم الشخص اللي عمل مع حضرتك الانترفيو، ايه تقييمك او تحليلك للتجربة، ايه اللي عجبك، ايه اللي حسيت ان ده كان ناجح، ايه الحاجة اللي انت حسيت انك قصرت فيها. فيو هاف تو ورك اون يور سيلف تو امبروف ات، لان ذس ويل نيفر بي يور لاست انترفيو.
حضرتك هتقابل مواقف أخرى في حياتك كتيرة جدا غير المجال الوظيفي، هتقابلها في مجالات أخرى. لما تيجي تقدم لبنتك أو لابنك في مدرسة، رايح تقدم على فيزا، رايح تغير الكارير ببوزيشن جديد، whatever. فدايما السلف إيفاليويشن دي بتبقى مهمة على فكرة لأي حاجة في الدنيا. بعض النصائح الزيادة برضو مجمعها لحضراتكم، فيها تلخيص لكل اللي قلناه تقريبا مع بعض التأكيد على حاجات معينة، حضراتكم على مهلكم تبصوا فيها وترجعوها علشان نأكد على نقاط نجاح الانترفيو اللي احنا مقدمين عليه. مدية لحضراتكم هنا بقى sample general questions للجوب انترفيوز بس، يعني هنا مجموعة أسئلة للانترفيوز بتاعة الوظيفة دي. زي ما قلنا في البداية، حاول تفكر قبل ما تروح الانترفيو ايه نوعية الأسئلة اللي ممكن تتسئلها، اللي الانترفيور ممكن يسألها لحضرتك. حاجة زي tell me about yourself، What are your key experiences and accomplishments؟ إيه أهم التجارب اللي عدت في حياتك أو إنجازاتك؟ How would you rank your achievements؟ تدي درجة كام لإنجازاتك في المجال المهني بتاعك من 10؟ What are your strengths and weaknesses؟ وده سؤال على فكرة بيتسأل كتير جدا، بس الناس بتبقى مش جاهزة له. لازم تبقى البني آدم عارف ايه نقاط قوته وايه نقاط ضعفه. ولما اتكلم على نقاط ضعفي ما اقولش انا مشكلتي كذا، اقول انا بعمل improvement على الجانب ده عشان يبقى افضل. دايما اتكلم بطريقة بوزيتيف، زي ما قلنا ما نتباكاش، ما نبينش ان احنا بنتكلم بنيجاتيفيتي. ايه النقاط الضعف؟ اقول انا بشتغل على نفسي في كذا، يعني لو انا عندي قصور في الكمبيوتر سكيلز اقول انا حاليا باخد كورس عشان تو امبروف الكمبيوتر سكيلز، يبقى انا كأن عندي نقطة ضعف بس بقولها بشكل ايجابي. How would your friends describe you؟ أصحابك بيقولوا عليك إيه؟ والأصحاب تحديداً لازم يبقوا معرفين الحلو والوحش. برضو مش هبين الوحش بشكل نيجاتيف، بس هقول هتبقى أحسن لو بقيت كذا أو لو حسنت من كذا. What are the most important things to you in a job؟ ايه اهم حاجة ممكن تبقى بتدور عليها في اي جوب؟ لو واحد مثلا هيرد ويقول له السالري، اعتقد ده مش هيتاخد، لان الحديث في السالري مرفوض تماما. انت رايح تارجتينج كوندكت وتارجتينج كارير، السالري يطرح من قبل الانترفيور وليس من قبل حضرتك. What do you value in a supervisor؟ لو انت ليك بوس هتقدر انه يبقى عنده صفات زي ايه؟ What do you value؟ تحب انه يبقى متفهم ولا تحب انه هو يبقى صارم؟ تحب انه يبقى ايه؟ How would you describe your management style؟ لو انت في منصب اداري كمدير، انت تحب تشتغل ازاي؟ هل بتفضل دايما التيم وورك ولا البير وورك، ولا بتحب ان كل واحد يشتغل في تخصص؟ برضو ده بيعكس جانب الشخصية. What appeals to you about this job and organization؟ What are you interested in this particular job او in this particular organization؟ فأسئلة زي دي على فكرة هي اللي ممكن أفكر فيها واتدرب على إجابات لائقة إيجابية علشان أما أروح أبقى جاهز. فأنا حبيت أدي لحضراتكم sample لجنرال questions for job interviews by interviewers. طيب إيه الأسئلة اللي ممكن تختم أنت حضرتك بيها الانترفيو وتبقى بالنسبة لك حاجة في الآخر؟ وقلنا ممكن من حقك تسأل سؤال أو اتنين عشان ده بيبين اهتمام أكتر. Sample questions for the interviewee to ask.
How often, how does this position fit within your organization structure؟ هي الوظيفة اللي أنا مقدم عليها دي مقارنة بالهيكل الوظيفي اللي موجود، هي دورها إيه بالظبط؟ ده استفسار عن طبيعة البوزيشن اللي حضرتك بتأبلاي عليها. هل دورها ده دور مهم قوي في مجال الماركتينج ولا في مجال الفاينانس ولا في مجال إيه؟ ده سؤال استفساري وبيبين اهتمام. How will I receive feedback about my performance and how often؟ طب أنا وأنا بشتغل المفروض أني بيبقى فيه تقرير شهري بيتكتب في حق كل موظف علشان يعرف أداؤه. ده طبعا بالشكل النموذجي، أي مؤسسة ناجحة لازم تبتدي تقيم الموظفين بتوعها في كل الإدارات مثلا بتقييم شهري، بتقييم ربع سنوي، بتقييم نصف سنوي. فهنا سؤالي، هو أنا هيتم تقييمي كل قد إيه؟ Where can a position of this type lead to within your organization؟ أنا ممكن في الوظيفة دي يبقى إيه الوظيفة اللي ممكن أوصل ليها بعد كده؟ بمعنى الوظيفة دي سقفها هيبقى إيه؟ How did this position become available؟ هي الوظيفة اللي أنا بقدم عليها دي متاحة بسبب إيه؟ هل هي وظيفة مستحدثة ولا الشخص اللي كان فيها مشي فأنتوا بتستبدلوا بحد؟ من حق حضرتك تعرف. What does your organization or training process entail؟ What are the long-term goals or growth plans of the organization؟ هو حضراتكو البلان بتاعكو المستقبلي ان انتو تحققوا ايه؟ برضو مهمة قوي انك تبين انك مهتم بالمكان حتى لو انت لسه مش موظف فيه، ولكن انت بتحاول تلم بامور بتبين اهتمامك بيها المهني، سواء في الجانب بتاع البوزيشن اللي انت عايز تسجل فيه او في الجانب بتاعك كجزء من كيان كبير. فبرضو حضراتكم مع الوقت خدوا راحتكم في قراءة الأسئلة دي، لأن مش المفروض إنها كلها تتسئل، إحنا بنقول ممكن سؤال أو اتنين. تمام؟ أرجو إن حضراتكم تكونوا خدتوا قسط وافي وواضح وبسيط للإنترفيو إتيكيت، وإن أنا I succeeded in covering most of the important things about it. طبعا ممكن إن أنتوا تقروا حاجات زيادة، search the net for حاجات more than this، ولكن أعتقد هو ده اللي أنا حبيت إن أنا أعمله guidelines للإنترفيو إتيكيت. وبختم بأن أنا بقول أن مش دايما حضرتك ممكن أنك تقبل في الوظيفة، لا أحيانا وفي كثير من الأحيان you are rejected. ويمكن أنا لمحت أن ممكن الأبيرنس بتاعت حضرتك تخليك تبقى rejected، يتم رفضك بناء على الأبيرنس بتاعتك. فأسباب الرفض وردة ولازم أبقى متوقعها. عندي common reasons for applicant rejection. طب اللي بيتم رفضهم بيتم رفضهم بناء على أسباب شكلها إيه؟ زي ما قلت أول واحدة poor appearance، poor voice وdiction grammar. هتلاقوا كل اللي احنا قلناه اللي لازم نعمله، عدم عمايله هي اللي ممكن تخليني أبقى rejected من قبل الانترفيور أو الأورجانيزيشن اللي أنا مقدم فيها. مهم جدا إن أنا أدرس نقاط الضعف عشان أتجنبها. أخيرا بننتقل لنقطة غاية في الأهمية، ويمكن دي إحنا هنتعرض لها في الآونة الأخيرة، إن ممكن الانترفيو ما يبقاش فيزيكال انترفيو، ما حضروش بنفسي، إنه يبقى فون انترفيو، مقابلة على التليفون. طبعا ده بيبقى نتيجة ظروف كتيرة جدا، due to a company's geographic location اللي أنا بقدم لهم في ولاية تانية في مدينة تانية، والسفر مشكلة. فممكن هما يعرضوا إن الانترفيو يتم عن طريق التليفون. Travel costs، السفر من ولاية لولاية هيبقى مكلف جدا جدا جدا، فبرضو هما مراعاة لدي
هيعملوا الفون انترفيو. جدولنا مش متفقة، يعني هما بيقولوا على أيام وأنا I'm not available في الأيام دي. طبعا ده مش سبب، ولكن قد يحدث. أنا بقول إن مؤخرا ده هيبقى ترند عندنا في المجتمع، لأننا تعرضنا من سنتين لحاجة عالميا اتعملت، اللي هي اللوك داون، اللي هو الحظر. الناس قعدت في البيوت واتمنعت من النزول نتيجة تفشي الوباء. في الحالة دي اللوك داون هيفرض ان الانترفيو يتعمل عن طريق التليفون. اوكي؟ Therefore, here are some phone interview tips. برضو هنشوف بعض النصائح اللي خاصة بالانترفيو اللي هو على التليفون. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، اخترت صورة كده تبين لكم ان لازم طبعا، زي مثلا ما انا باجي بسجل دلوقتي، لازم الأوضة اللي انا بسجل فيها تبقى كلير من اي ديستراكشن، ما يبقاش فيه اي حاجة تعمل نوع من عدم التركيز. دايما يبقى في ايدي، زي ما انا في الفيزيكال انترفيو معايا بن ونوت باد، لازم يبقى معايا بن ونوت باد، لان اثناء المكالمه ممكن يتقلي على حاجه معينه لازم اسجلها على طول. برضو الفون انترفيو هيبقى له preparation، have a pad pen copy من الريزومي بتاعت حضرتك near the phone. الفون لازم يبقى في quiet area، ما يبقاش فيها ضوضاء. لازم أبعد أي نوع من background noise، تلفزيون، راديو. Also avoid using a cordless phone، اللي هم الوايرلس ياريت ما نستخدمهمش كتليفونات أرضية، لأن الباتري ممكن تفضى في أي وقت وتتقطع ويتقطع الاتصال وتبقى مشكلة، أو أن الترانسميشن يبقى بور، الإرسال نفسه والسيجنال تبقى ضعيف. ده تحضير للإنترفيو اللي على التليفون. طبعا بما أن إحنا مش متشافين ولكن مسموعين، فطبعا نبرة الصوت هيبقى عليها عامل كبير جدا. لازم يبان من طريقة كلامي ان في سمايل. حد هيقول لي هتتشافي ازاي؟ لا، بتبان من الصوت، ده صوت باسم، صوت مبتهج. ولازم طبعا ابقى انثوزياستك، والحوار برضو هيبقى ماشي بتقاليد وبروتوكول الكونفرسيشن، بصوت واضح، بانتظار وبحسن انصات. Let the interviewer do most of the talking، هو اللي يبقى واخد الليد زي ما قلنا. When the interview is over, let him or her know that you are very interested in scheduling a personal interview. في النهاية بين انك مهتم جدا ان تحصل physical يعني interaction، وان حضرتك هتبقى مرحب جدا لما تتاح فيه فرصة للقاء البيرسونال نفسه في مكان العمل طبعا. فحتى ده كمان له بروتوكول بسيط ولازم اننا نراعيه في بالنا. بكده نكون وصلنا لاخر الانترفيو، خدنا كل حاجة ليها علاقة بالفيزيكال انترفيو وبالفون انترفيو. وزي ما قلت لحضراتكم، موفقين في ان انتم دلوقتي تحضروا اي انترفيو وملقكم الثقة وقرادي جاهزين لأي حاجة في المواقف دي. Thank you. We see you in another session. Bye.